دي اللي بتثبت بينا اللماحة. يعني بتضيف له وقعد معاها 3 أو 4 دقايق بتكون جرته إن أند أوت. بدت ليلى دي بتزغرت زغاريت لدرجة جيراني جو قال لينا قاعد عندك شنو؟ الأستاذة ليلى المغربي رحمها الله هي كانت بتحب المورد بطريقة تاع الجنون. قلت لها والله أنت يا بنات المغربي أبوكم أهدى الإذاعة أكثر من 4 أو 5 زهرات، كل واحدة فيكم لها عطر يختلف من الأخرى. ليلى المغربي كتاب صفحاته عديدة ومتنوعة، ولعل التقاليد والقيود السودانية والبيئة هي اللي حددت من تطور ليلى المغربي على المستوى العالمي. لما تشتاق للمشاعر تملى دنياك بعبيرة، ولما تشتاق للعواطف تنسجم تلبس حريرة. أبقى أسأل عن قلوبنا تلقى فيها كنوز محبة، وتلقى فيها بحور حنان، وتلقى فيها الشوق يغني، وتلقى فيها الريد فارد جناح. تشتاق للربيع يا ربيع. الصوت الجميل هبة يعطيها الله من يشاء، ولكن توظيف هذا الصوت لمصلحة الناس تلك هبة أخرى لا يدركها إلا من احترف محبة الناس. ليلى المغربي صوت إذاعي أتى من قلب الوطن فعبر عن مجموع أهله، ارتبط بها كل من أحب الحياة وآمن بالمستقبل الذي كان يلوح قريباً عندما تبشر به. ليلى المغربي آخر الأصوات الملائكية المتعددة الملامح التي أخذت أريج الصباح ووهبته لإرادة الحياة. سادة المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم بكل أرقة القلب، ونطوف معكم على كل الفنون ذلك البحر الكبير، ونفتح معكم كل القواميس هذه الليلة. تولدت طبعا ليلى سنة 1950، ودرست بداية دراستها كانت في مدرسة التمرين والشاطي اللي هو حسة مسمية بأحمد بشير العبادي، والوسطى في مدرسة الملك، والثانوي العالي في أم درمان الثانوية، والجامعة درست في جامعة الأحفاد. بالنسبة لليلى وإنه ترعرعنا في بيت واحد في الموردة، تولدت طبعا في الموردة ونشأت في الموردة، ومن الأشياء الأذكرة أنا هي طفلة، أنا كنت دائما بحب يعني لعب الأطفال والبنات وعرايس وكده، فهي كانت شوية كده بتاع الضحك ونسى، يعني اتجاهها زي ما هي مشت واشتغلت في المجال بتاعها وكده. فكانت لما تقول لي كنا أطفال والعرايس واللعب وكده، هي بتقول لي يا نجاتي تخليك مع عرايسك دي وكده، لكن أنا بستقبل لك الضيوف اللي بيجوك والناس وكده. فهي مما كانت طفلة كانت مشبسة بالحكاية دي. ومن تعليمها ايضا درست في جامعات امريكيه، وفي واحده من الجامعات عشان تكمل الكورس كتبوا للدكتور خالد المبارك عميد المعهد العالي للموسيقى والمسرح، فدرست في جامعه في كليه الموسيقى والدراما الحاليه، درست ثالثه رابعه قسم راديو، وانا شخصيا درستها ماده الاذاعه في ثالثه وماده الدراما والاخراج الاذاعي في رابعه، وفي الحالتين حصلت على درجه الامتياز
وخطت بصمات قوية جدا في هذا المجال. ما زالت الموردة تهب أم درمان تميزها الخلاق، فهي دائما في الموعد المرتجع. ولم يعد غريبا أن شكلت أم درمان بإحيائها القديمة بؤر الإبداع التي تشع على السودان كله. ليلى المغربي إحدى نتاجات عائلة المغربي التي استوطنت الموردة ورفدت الساحة الفنية والأدبية بزهرات حملنا اسم المغربي. حي الموردة طبعا من الأحياء العريقة جدا في أم درمان، وطبعا بحكم أنه هو وسط فيه كان يعني تقريبا زي الجاليات الأجنبية، أغلب الناس اللي فيه كانوا يعني طبعا ضباط الجيش اللي كانوا في مصر من الهجانة وكذا، وقريب للسكنات العسكرية بالنسبة للقرص الموجودة في أم درمان. فالحياة دي قامت خلقت يعني ترابط بين الناس وتفاهم في أنه تخلق أجيال، وكان في المواليد الناس اللي جوا من مصر وجوا من تركيا وجوا من وين، وأثناء المهدية برضو في ناس جوا اجتمعوا فخلقوا جيل يعني مبدع. جدنا أبو أبونا الكبير اللي هو محمود المغربي جاي من المغرب وجي السودان لانتشار الإسلامية في السودان، فلما جاء وحس لغاية حس جدنا الكبير مدفون في أمجر، اتوفى في أمجر، فلجأ للشيخ عمر بعصا ويتزوج حبوبتي اللي هي أم أبوي عمرابية من أصل عمرابي يعني، يوم طبعا جعليين، وأمنا مصرية الأصل مصري لكن يعني ترعرعت وقعدت في السودان، تولدت في السودان هنا، لكن أبوها مصري وأمها مصرية، وجدنا الكبير مغربي. الحديث عن الأخت العزيزة الراحلة ليلى محمود صالح المغربي، شهيرة بليلى المغربي، حديث ذو شجون لكل الذين عاصروها. خطر على بالي جملة قالتها السيدة نايلة العمرابي، قالت نحن كنا محظوظين عشنا عصر ليلى المغربي. ليلى المغربي من المليكة الوسطى تدعاهم مع الإذاعة في برامج الأطفال وبعض البرامج الصغيرة في أم درمان الثانوية، درست دفعتها السيدة نادية جابر والسيدة أمينة عبد الرحيم. أم درمان للبنات كان سورة الشمالي عبارة عن سلك شايك، سورة الإذاعة الجنوبي المواجه سلك شايك، فكانوا ثلاثة ديل بيفطوا سلك الشايك وبيجي يدعونهم على الإذاعة. ظلت الإذاعة السودانية وعلى مدار سنوات طوال هي الصلة الحية بين المستمعين وإرادة الحياة، وظل الزمن الجميل لكل ضروب الفنون ملتصقا بطريقة أو بأخرى بإذاعيين حفروا عميقا كي يؤسسوا لوطن يمشي فيه الراجل من حلفا إلى نملي لا يخشى إلا الله. ليلى المغربي إحدى الإذاعيات اللواتي صدحن صباحا للعمال والموظفين والطلاب وربات البيوت، فكانت هي إشراقة الصباح، وكان الصباح صباحا. الحديث عن الأستاذة العزيزة الراحلة المقيمة ليلى المغربي ليس حديث لدقائق، فهي صفحات مسموعة ومقروءة ومرئية. ليلى المغربي كتاب صفحاته عديدة ومتنوعة. بدأت العلاقة والمعرفة بليلى وإحنا أبناء حي واحد، هي الموردة شرق غرب وأنا الموردة شرق،
وكنت حديث العمل بالاذاعه، وهي كانت سبقتني الى الاذاعه باشهر او عام. فكنا نتقابل صباحا يوميا، هي تعبر شارع المورده وتاتي الى المورده الشرق، ونصطحب معا بعضا الى الاذاعه عبر شارع الريفيرا والطابية. وكان الحديث في ذاك الوقت حديث عن الإذاعة، يعني كل واحد فينا بيحكي، هي طبعا بتجربتها السابقة لي وأنا بتجربتي الجديدة، فكان بتحكي يعني بتوري إنه الإذاعة دي كده، والناس اللي فيها دي الناس كويسين وطيبين وأولاد بلد، وما تخاف يعني من زو يتكلم معاك فيه، ما تخاف وخليك ثابت قدام الميكروفون وحتبقى نجم لقدام، ولسه الناس ماشي قدام، يعني ما في يعني صوره واضحه للمستقبل في ذاك الوقت. ليلى برزت وسط كل جيله لانه كانت عندها ذكاء فطري صقلته بالتعليم المنتظم والثقافه، لانها قارئه ممتازه. فلما خلصت الأحفاد تخرجت فيها، كانت المغرب أصبحت متعلمة ومثقفة في آن، وهي فوق ذلك شاعرة. السيدة ليلى المغربي تعاونت أول ما تعاونت في الإذاعة في برنامج مع الأستاذ حمدي بولاد ده الأشهر، اللي هو إشراقة الصباح. ثم بعد ذلك خرجت من أدوار التمثيل الصغيرة إلى أدوار بطولات للمسلسلات الإذاعية، ولا يذكر اسمها المسلسلات الإذاعية لاعتبارات خاصة. فمثلت أعمال كبيرة وشاركت معي في أعمال كثيرة جدا، برامج منوعات وبرامج ثقافية وبرامج درامية وبرامج حوارات، وهي أذكى محاورة وقارئة الأخبار فوق ذلك جيدة للغاية. مهما جاءت الأغنية بالمعاني يراقص حسه نقاط حروفها طربان النشوانا، أهدى الناس مرونة الخطوة في ردهات العشب الهادئ، يستنط إلى أصداء أقاصي السهل المديد، وينجلي السجر الخافي حتى على العيون الساهرة. ضياء صوته نور، وسعته رحبة، وصب من صباه صبابة العشق النبيل. في بداية الستينات جيت إلى إذاعة أمدرومان، وكانت علاقتي في البداية مع الأخت الكبرى سحام المغربي. كانت الأستاذة ليلى المغربي بتقدم برنامج إشراقة الصباح، حمدي بولاد كان اللي بيشرف على البرنامج، وخلاني أنا أشتغل معاه في برنامج إشراقة الصباح. لكن أنا ما قدرت أستمر مع ليلى في برنامج إشراقة الصباح لسببين اثنين. السبب الأول، صوت ليلى الجذاب جدا جدا والمحبوب لدرجة بعيدة للناس، دي ناحية. الناحية الثانية، أنا كنت بحب برامج المنوعات أقل شوية من التمثيل، فأخذني التمثيل واستمرت ليلى عشرات السنين في برنامج إشراقة الصباح. ولكن على فترات متقاربة أو فترات متباعدة بتحصل برامج المنوعات، فكانوا مخرجين المنوعات دائما يختاروني إلى جانب صوت ليلى المغربي، يمكن لاختلاف طريقة الأداء لاختلاف. المهم أنه لما بدأ صلاح الدين الفاضل برنامج استوديو الفن، وهذا برنامج منوعات، فكان اختياره بلقيس عوض وليلى المغربي. برنامج على الأسير، صلاح الدين الفاضل، بلقيس عوض، ليلى المغربي، فوزية يوسف. فكنت دائما لما أكون في الإذاعة شغالة في الدراما، أنا خلاص صنفت ممثلة درامية، لكن كل ما يجي برنامج منوعات متميز وليلى المغربي الأولى في البرنامج بيختاروني إلى جواره في البرنامج. سيدة المغربي أيضا عينت في الإذاعة بمناسبة في الثمانينات، كل ذلك الوقت كانت متعاونة،
فعينت طوالي بالدرجة دي اس وترقت في الوظائف حتى وصلت الدرجة الثالثة وكان ممكن تمشي لي قدام لكن انتقلت إلى أرحاب ربها. لما تقسو عليك ليالي الوحدة والليل يبقى ليل والنجوم تلمع بعيد 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 تسخر من السهران وحيد برضو أسأل عن قلوبنا تلقى فيها كنوز محبة وتلقى فيها كفور حنان وتلقى فيها الشوق يغني وتلقى فيها الريدة فرد جناح تشتهى للربيع يا ربيع. التقيت مع علي المغربي في ردوهات الإذاعة في استوديوهات سرور وكرومة وخلي الفرح وسرور واستوديو A واستوديو B وسجلت معاي ليلى المغربي 4 حلقات لصالة العرض. أتذكر حلقة كانت فيها الفنان محمد مرغني وتركت لها الاستوديو وأنا غادرت الاستوديو وأنا صاحب البرنامج قلت لها ليلى استمري مع محمد مرغني قدم هذه الحلقة. الحلقة الثانية كانت كوكتيل من الأغاني اختارتها ليلى المغربي وهذه الحلقة موجودة في إذاعة المدونة حتى اليوم ما تمسحت. هذه الحلقة تناولت فيها ليلى المغربي الشعراء وكأنما هم معنا في الاستوديو. تكلمت عن إسماعيل حسن وعن بازرعة تكلمت عن عتيق وتحدثت بشدة عن عوض أحمد خليفة. الحلقة الثالثة قدمتها للمغرب بمفردة وتركت لها حرية اختيار الفنان الذي غني معها في هذه الحلقة فاختارت العميري وجاء العميري بكل شبابه وفنه ودخل صوت العرض وكان هو صاحب الحلقة وهي صاحبة الحلقة. الحلقة الرابعة كانت عن الفنان الراحل أحمد المصطفى وكأنما أحمد المصطفى معنا في الاستوديو استوديو A وكانت تتحدث وتجيب على الأسئلة هي شخصيا بنفس أحمد المصطفى. هذه ليلى المغربي معي في الناحية الفنية. إشراقة الصباح هو إعداد وتقديم الأستاذ حمدي بولات. الأستاذ حمدي بولات وزاته الأستاذ جيل وهو اللي اختار ليلى تعمل معه كما ايضا في مرحله اختار صلاح الدين الفاضل يعمل معه وانا كنت بعمل معه طبعا في مساعد خلف الكواليس دون ان يعلن اسمي ولا مره وحضرت حلقات كثيره وغالبا الاستاذ بيقدم ماده مكتوبه واحيانا بيقدم فقره ارتجاليه مثلا زي من نحيي مع اشراقه هذا الصباح هي بتسأل السؤال هو بيقول لها التحية مثلا لجميع بايعات اللي قيمات في السودان فالفقرات زي دي تكون مرتجلة دوما وفي فقرات أخرى أيضا مرتجلة خاصة في فقرات المناسبات تقول لي مثلا لو قال لها ما الذي يشغل بال المجتمع اليوم تقوم تقول له القضية الفلانية كذا تتكلم عنها كلام العارف دفها في النص ما في وليلى المغربي كانت بتسهم معه في الإعداد الزي ده المرتجل وكانت ثنائية رائعة جدا. انت ما بردك حبيبنا والحنان في قلوبنا اصله نابع من عيونك. البرنامج ده كان برنامج غريب يعني من 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 الاغنيات القديمه بتاعت التراث يا الهجروك عليا والاغنيه شعبيه بتاعت اغنيه حقت البنات السباته والهجروك عليا اللي بيغنوها البنات في السباته خلوا الموصلي يغنيها بصورة مختلفة بكلمات مختلفة بتقول المصانع والمزارع لإنسان السودان نفس هذه الأغنية التراثية خلوها أغنية في برنامج إشراقة الصباح بتحس إنسان السودان إنه يمشي المصانع ويمشي المزارع ويمشي يعني برنامج كان لكل شرائح المجتمع السوداني بيتدخل عليهم ليلى المغربي بصوت المتميز يعني الطالب شايل شنطته ماشي المزارع شايل طريقته ماشي والناس دي كلها بتسمع البرامج دي
وهي في كل مواقعها، لأنه كان بيخاطب كل الشرائح السودانية من مثقف لعادي لكل المستويات الشرائح المجتمع السوداني. في إذاعة أم درمان تبوأت عدة مواقع، رئيسة الحلقات العامة ثم نائبة لمدير المنوعات الأخ ذنون، كانت نائبة له، لم تصب فنانا جاء أبدا إطلاقا، ولم تغلق باب الاستوديو أو منافذ الدخول للاستوديو أمام شاعر أو مبدع إطلاقا. وأنا أقول هذا لأنه شهدت كثير من المواقف لكثير من الزملاء، وشهدت مواقف لي المغربي لا تعرف أن تقول لا، ولا تعرف الحزن ولا الكآبة، ولا تقابلك في يوم من الأيام ليل المغرب وهي حزينة إطلاقا. إن كان هناك شيء حزين يتبدد هذا الحزن من وجهها، وتبدو هي اللطيفة والأخت والصديقة والعزيزة والزميلة. والمحبة فيها لو ما أنت ما كانت محبة، كل أشواقنا ومشاعرنا وأحاسيسنا النبيلة أنت ما أهديت لينا، وكيف نضيع أحلى ما أهديت يا غالي، كيف نضيع أحلى ما أهديت يا غالي، كيف نضيع ليلى المغربي. وأنا بنتشابه في حتتين معينتين، إحنا الاثنين لما نجينا الإذاعة، أنا طبعا أكبر من ليلى المغربي، وعلاقتي كانت علاقة حميمة جدا بأخوات الكبار سنية وسهام، وتمثيل فقط، كنت ممثلة مع الإخوة الممثلات. جات ليلى المغربي، وأيام دي كانت طالبة في ثانوية أم درمان، بتجي من المدرسة وتجي علينا في الاستديوهات. دخلت الاستديوهات، بدت معانا تمثل في ركن الأطفال، تمثيليات حاجات صغيرة كده، برامج الأسرة. لكن لما بدت البرامج بتاعت المنوعات وأنا بديت معاها في المنوعات، إحنا الاثنين، ودي ظاهرة موجودة في الإذاعة، إنه مقدم البرنامج أو المذيع لما نجي لناس الدراما، ناس الدراما عندهم في وراي، وناس المنوعات لما نجي ممثل يشتغل معاهم عندهم في وراي. لكن سبحان الله، ليلى المغربي لو جات وسط الممثلين تلقاها الأولى، ولو مشت في برامج المنوعات أصلا هي الأولى. نفسي أقول لك من زمان، كان نفسي أقول لك من زمان، بالكاتم في سري ومكتم في حشاي متسوسين، كان نفسي أقول لك من زمان، بشلت في عيني معزو وفي القلب بريدا يخاف الغربة والشوق والحنين، زاملني زي خاطر الفرح وقتيني قاسم الهم عزا، وقتين مدامعي تكون جزو وتفتح مباهج الليل ظنون، كان نفسي أقول لك من زمان. عملنا مرة برنامج خاص بالدكتور عبيد المجذوب، السنة اللي قبل عمل معتصم فاز بيه جائزة، السنة اللي بعد عمل تعرف فاز بيه جائزة، عملنا برنامج عن الطاعون البقري فاز بيه جائزة، عملنا برامج كثيرة فازت بجوائز، برامج الأطفال اشتركت فيها. زمان كانت بتقول هي شعار برنامج الأطفال، بتقول هي ركن الأطفال، بطريقة تفتكر في طفل عمره 9 سنين هي بتقول الكلام للما عارفين، لكن دي كانت ليلى المغربي، وهكذا. وتدهشك عندما تقعد جادة وتقرأ نشرة الأخبار، مذيعة من الطراز الأول في قراءة نشرة الأخبار، للأسف ما أظن في نشرة مسجلة، لكن أعمال ليلى المغربي 90% منها موجود في مكتبة الإذاعة. هناك من يبرع في اتجاه واحد في الحياة، وقلما نجد من يتفوق في ضروب مختلفة من المعارف والفنون. ليلى المغربي من هؤلاء الذين أينما قصدوا يتسع لهم المكان ويسلمهم مفاتيحه.
ليلى المغربي ممثلة من الطراز الأول، ولكن زي ما أنا التمثيل أخذني من البرامج بتاعة المنوعات، هي كمان المنوعات أخذتها من التمثيل. وفي مسلسل أنا لا أستطيع أني أنساه مطلقا، كتبه الكاتب المتميز جدا الخاتم عبد الله، اسمه على شرفة الوهم الجميل. البرنامج مكتوب بالفصحى، ودائما برامج الفصيح بكون أنا وسهام المغربي، لكن المرة دي كانت البطولة بتشاركني فيها ليلى المغربي، والمخرج طبعا كالعادة صلاح الدين الفاضل. فكانت ليلى في هذا المسلسل بصراحة كده لأول مرة أنا أخاف من ممثلة قدامي في مسلسل بتأدي أداء متميز جدا في الدراما. وسألت أتذكر في هذا اليوم، أنت المنوعات ليه مخداكي؟ أنت ممثلة متميزة ولا لونية خاصة جدا ولها أداء، أنا في رأيي ما يعني ما في زول بيأدي بهذا المستوى الرفيع. قلت لي المشكلة ما في إنه أنا بأدي بهذا المستوى ولا أنا ممثلة من الطراز الأول، ما في ممثلة بتقول لزميلتها كلام زي ده. قلت لها بصراحة كده يا ليلى خوفتيني. قلت لي يعني أنت ما كنت بتخافي من سهام أختي؟ قلت لها والله أنت يا بنات المغربي أبوكم أهدى الإذاعة أكثر من 4-5 زهرات، كل واحدة فيكم لها عطر يختلف من الأخرى. سهام لها عطر مميز، وسنية لها عطر مميز، وليلى لها عطر مميز، وهيام لها عطر مميز، وإحسان أيضا لها عطر مميز. 5 زهرات لكل واحدة عطر مميز. فقامت قلت لي يا أخي ده كلام كبير جدا جدا، إحنا بنقول الشعر وإنت ما قاعد تقول الشعر، طيب ما تقولي شعر بعد كده. عفوا أعزائي المشاهدين، فإن صوتي ليس طبيعيا هذه الليلة. السيدة المغربي طبعا كانت واحدة من البايونيرز اللي اشتغلوا في رائدات الهلال كرة السلة، وكانت تمارس هذه الرياضة حتى أصبحت علم فيها كرياضية، وبمناسبة هي هلالابية على السكين، وبتفهم في الرياضة أيضا كثير جدا، وكثير ما تدخل في محاورات مع الراحل علي الحسن مالك وأخونا الرشيد ربنا يطول عمره، وعبد الرحمن أحمد وكذا، رشيد بدوي عبيد طبعا، وعبد الرحمن عبد الرسول والناس ديل، تأخذ معان في حوارات، وخاصة عطية الفكي أيضا، عطية طبعا هلالي برضو ومناسبة عطية رياضي مطبوع، تأخذ معان في حوارات وتلقى فاهمة نبض الشارع الرياضي حاصل في جميعا. ورايك شنو نحن نشترك في الكشافة الجوية؟ وكان من الصعب بالنسبة في السودان ذاته إنه بنات يمشوا الكشاف ومشوا كده، فجيت قلت لها يمكن يحمونا، قالت لي لا ما بيحمونا، وهم قاعدين كده نحن ماشيين الكشاف في اشتراك بتاع كشافة وعايزين نخش الكشاف في العارض وفي الكده. المهم في الآخر ارتضوا، هي أقنعتهم. بعدين أي كلمة ليلى بتقولها بتقنع بها إنسان، فاشتركت ليلى طبعا في الكشافة البحرية في الكشافة الجوية، ومنها كنا في ملاعب كان مع فريق الهلال، كان بتلعب باسكت وكانت بتحب الكورة شديد والرياضة شديد. يسعدني ويشرفني جدا أن يكون لقاؤنا لقاء جميلا مع حضراتكم ومع حضرات ضيوفنا الأعزاء. سأبدأ إكراما بسعادة السيد دكتور فاغنر أندوم داون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، سعادة البروفيسور شبرين أحد من نفخر بهم في بلادنا، وكثير الفنون أستاذنا السيد عبد الكريم الكابلي الذي سيقاسمني الحضور، والإخوة الأعزاء من أميز وأمهر فنانين في أوركسترا الإذاعة والتلفزيون. نحوم حول خواطر السادة الضيوف في برنامجنا هذه الليلة،
وذات عنواننا الفنون في رقي المجتمعات. جدد في التلفزيون برامج مع إعداد الأستاذ عبد الهادي الصديق، وبرامج من بنات أفكاره أو من إعداد الشخصي قدمت، وشاركت في بعض البرامج كضيفة، وسجلت بعض الأشعار للتلفزيون، خاصة الأشعار السودانية ذات القيمة يعني، ليست أشعار. وكانت مهتمة بحركة التاريخ الاجتماعي الثقافي للفكر السوداني، باعتبار يعني كل المدارس الحديثة في السودان سجلت لها شعر. يعني هي سجلت، اشتركت معها برنامج سهرة ثقافية كان بيقدمه الدكتور عمر عبد الماجد والأستاذ محمد المكي إبراهيم، برنامج بتاع للمك اسمه أسمار وأحاديث، دي برامج أدبية مع الدكتور عبد الرحمن عبد الرؤوف الفرقاني، المجلة الأدبية عملت المجلة الثقافية، هي صاحبة مجلة المنوعات أصلا، فمشاركتها في الإذاعة كبيرة جدا كثيرة جدا. وكانت من وقت لآخر تتعاون مع التلفزيون قبل ما أنا أجي للتلفزيون في بعض القراءات الشعرية وبعض المقابلات، فذهبت لها في الإذاعة على ما أعتقد، وتشاورنا في إن هي تقدم حلقة أو سهرة راتبة في التلفزيون، فكانت متخوفة من إنها تجي التلفزيون. وفي الوقت ده كان أخوة سهام كبيرة المذيعات في التلفزيون وقارئ نشرة الأخبار، فكانت متخوفة إنها تجي التلفزيون، فأقنعتها بصعوبة شديدة إن هي تجي، وأنا حكون مسؤول من برنامجها وأنا حكون مسؤول من إخراج البرنامج وبساعدها في الإعداد، وسهلت لها أمورها كلها. في النهاية جات، وكان ثمرت هذا اللقاء برنامج اسمه نجمان في سهرة، وهذا البرنامج استمر عدة دورات، يعني تقريبا استمر لمدة أكثر من كذا عام. يعني كان ليلة مواظبة في هذا البرنامج، استضيف عدد كبير جدا من الفنانين الكبار، منهم كابلي وأسماء مصطفى وحمد الريح وخوجي عبد العزيز المبارك. ندخل في موضوعنا الذي هو موضوع الحلقة، لنتعرف كيف يلون الفن حياتنا ويجدد أفراحنا ويقدم لنا قيمة الإنسان بأبعادها وثقلها وحقيقة يعني نود أن نتأتى على معرفة الأصل الفن التشكيلي وأصل الموسيقى. تفضل. هي في التلفزيون ما قدمت دراما، لكن قدمت برامج بتاعت لقاءات مع الناس، ومن أميز البرامج اللي قدمت ليلى المغربي للجمهور السوداني لقاءات كانت بتعملها مع الدبلوماسيين الموجودين في السودان ومع نساء الدبلوماسيين السودانيين اللي بتلاقيهم خارج السودان، وكانت بتتعامل معهم بدبلوماسية عالية جدا، ودي كانت من أنجح البرامج اللي قدمتها ليلى المغربي في التلفزيون السوداني. ليلى يعني برغم انها كانت متخوف انها تعمل في التلفزيون، لكن لقت نفسها زي ما لقت نفسها في الاذاعه برضه لقت نفسها في التلفزيون. وحتى لما كانت تسافر برا السودان كان بيكون في اتصال، يعني اذا في مناسبه بتاعت عيد، اذا في مناسبه بتاعت مناسبه من المناسبات اللي ممكن الناس تقدم فيها حاجه مشتركه، فكان بيتم الاتصال وبيتم الحاجه اللي هي عايزة. حقيقة مثل ما تفضل سعى السيد البروفيسور وقال عن ذلك العازف الماهر الذي بكى عند تصفيق الجمهور وقال هذا من علن، والشاعر الذي قال عبدت الله لأن الله سواك أيضا تعبير قادم من علن. وقديما الموسيقى كانت تعبير في المراسم الدينية والتراتيل وكذا. أنا أفتكر إنه من ميزات ليلى كمذيعة
عندها المواصفات بتاعت المذيعة الناجحة. يعني ليلى بتمتاز بسرعة البديهة، ليلى بتمتاز بثقافة الشاملة، ليلى بتعرف في أي شيء، بتعرف في الطب، بتعرف في الهندسة، ثقفت نفسها ثقافة شاملة. ليلى تديها المحاور في ثواني، يعني ما قلها ما تجد مذيع تديه بوينتس أو تديه محاور وطوالي يقوم يحولها لأسئلة في ثواني. يعني ما دام الفن حركة الحياة وحركة الإنسانية والتداخل والانفعال بكل مقاييس، يعني هل ينتقل الفن مع الفنان أينما ذهب؟ وسط الثلوج، وسط الصحارى، وفي أماكن بعيدة، هل ينتقل معه؟ فليلى كانت بتحفظ الأسئلة عن ظهر قلب، بتخد فقط نقاط وبتستمر ساعة ساعة ونص وبتولد. ودي كمان أفتكر إنها حاجة مهمة جدا، إنك أنت ممكن تسأل الضيف سؤال ومن السؤال يتولد عدة أسئلة. فليلى كانت من المذيعات النادرات، أنا أفتكر إنها فعلا كانت من المذيعات النادرات، وكانت مدرسة قائمة بذاتها، تعلموا منها الكثير من الزميلات والأخوات سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون. فليلى وضعت بصمتها كاملة في الإذاعة ووضعت بصمتها كاملة في التلفزيون. يعني ليلى من صقورة وهي في طبعا الأناشيد بتاعت المدرسة في الكتب، فكان لما تجي تقرأ لها نشيد تقوم تحوله بكلمة تانية. نقول لها ليلى ما مكتوب كده يا ليلى، لا كده تقول سمعي. أقول لها لا تقول لا الكلمة دي غلط، أسمعي الكلمة دي كده كده كده. طيب لما مكتوبة في الكتاب كده تقول لنا أنتوا ما عندكم حاجة في جواكم تقدروا تقولوا أي اللي بيقولوا في الكتاب. فكنا الغريبة نحن الحتة دي شايلنا منا زي ضحك ولا زي فلسفة ولا زي كده. فبدت كده ليلى بتكتب، تعالوا أسمعوا أنا كتبت كده كده كده، أقرأ عليكم بالليلة دي كتبت أي كتبتها أنا. يعني مما هي طفلة وكانت على طول النزعة دي فيها. فكان لما نيجي عمنا مبارك بداية يعني كان بتحكي عن الحوش، وبالذات لما نشاكل معك أطفال في البيت يعني شدنا منها حاجة ولا كده طوالي تمشي تكتب لها قصيدة. فبتخطها يوم الجمعة، كان البيت الكبير ملمين الأعمام كلهم، فبتجي تشيل الورقة تجيبها لعم مبارك تقول له هاك يا عم مبارك بالله شوف، يقول لها ده منو كتبها يا ليلى؟ تقول لي دي أنا. استمري على طول كده لأنه أنت فيك نزعة. فلقت التشجيع حتى يعني من العائلة واستمرت على طول في الحتة دي. وإحنا ما اكتشفنا ليلى شاعرة إلا بعد زمن، يعني عندما غنى لها أحمد شاويش، وعندما بكى أحمد شاويش في استوديو كروما وأنا بسجل معه حلقة للصالة على المغربي وتحدث عن هذه الذكريات وكيف هو كتب هذه الأغنية، كتبتها ليلى وكيف هو غناها. ليلى كانت تقرض الشعر وسهام أيضا، فبنات المغربي أنا لي عندي معاهم رحلة طويلة، وإلى الآن رحلتي ما وقفت، وإن شاء الله ما تقيف مع الأخت سنية المغربي. ليلى المغربي شعرا ونسرا وثقافة واجتماعا وأدبا وسياسة لن تنمحي من ذاكرة الشعب السوداني. لم يكن جمال ليلى في صوتها فقط، بل كان في حسها الإنساني الذي ربطها بالآخرين. فمن خلال عملها الإذاعي انصهرت ليلى في العمل العام، وتعدى ذلك إلى مشاركتها الفقراء مآسيهم وتخفيف معاناتهم في إثار شمل دخلها ومرتبها. بين المغربي لما تحصل لزول حاجة بتقيف معاه وتفتش المستشفى وين وتعمل مرات مشاكل مع الجهات المعنية عشان يعنوا بأهل الإذاعة كبير وصغير، بتزورهم في البيوت، بتعرف الناس بأسرهم الممتدة، فلان وزوجته وأسرته وأولاده وأبناءه، وبتسأل منهم وبتساعد في جميع الحالات، بتساعد في تعليم واحد، استخراج شهادة ميلاد لواحد، ما بعرف قطع تذكرة لواحد، ضمان واحد عند شركات الطيران، حجز لعلاج واحد في الأردن أو السعودية أو أي مكان بتعالج فيه، لما كان الدواء شاحي بيجيب الأدوية لبعض الناس.
يعني كانت هي مؤسسة خيرية قائمة بذاتها. في الدبلوماسية طبعا ليلى انتدبت من الإذاعة إلى الدبلوماسية الشعبية، اشتغلت فيها فترة من الوقت وأنجزت فيها إنجازات طيبة جدا، ويعني ساهمت في تعريف الناس بشنو الدبلوماسية الشعبية، و عملت برامج يعني، وعملت جابت أخبار، ويعني الجانب ده غطته. وبعد ذاك هي عضو في أكثر من جمعية سودانية حاجة تانية مشتركة. يعاني معظم الإعلاميين من ابتعادهم عن وسطهم الأسري بسبب ظروف شغلهم الذي لا يقبل شريكاً أو ضرة ثانية، ولكن ليلى المغربي استطاعت في ظاهرة نادرة أن تكون مركز ثقة لأسرتها الصغيرة أو أسرتها التي ارتبطت بها بالعمل أو بحي المورد الأم الرؤوم التي نهلت ليلى من ثديها حليب الإبداع. فعلاقة ليلى بالنسبة للعائلة ما كانت سهلة، بالنسبة للعائلة وبالنسبة للجيران وبالنسبة للناس وبالنسبة للأحباء وللأصدقاء وكده. فكانت علاقة جميلة، وهي كانت زي المصلح، ما بتحب زوج زعلان إطلاقا، ولازم تسألك المزعلك شنو، ولو ما أنت قلت لها ما تمشي منك. فدي حسي بالنسبة لنا إحنا ذاته فقدناه فقد شديد جدا. هي حماتي طبعا، فعادة عندنا في السودان هنا في حساسية ما بين زوجة الأخو وما بين الحما، فالحاجة دي أنا خالص ما التمست عندها خالص، ولا حسيتها ولا حتى يوم يعني مثلا زعلت منها أو حاجة زي دي خالص. فهي كانت حنينة جدا يعني، زولة طيبة وبتمتاز بأخلاق أنا بفتكرها هسه الآن عندنا معدومة خالص أو ما فيش. فللمغربي كانت زولة حنينة وزولة طيبة، وكانت مرجع بالنسبة لي أنا، يعني أنا كنت بستشيرها في الكبيرة قبل الصغيرة أو الصغيرة قبل الكبيرة، فهي كانت مرجع بالنسبة لي أنا وللأسرة برضو. يعني كان بفتكر إنه الناس الكبار الأكبر منا سنا بيستشيروها برضو يعني قبل الصغيرين، فهي كانت زولة ودودة وطيبة حقيقة يعني. وأما أتكلم لك عن حبها للموردة، ليلى كانت بتحب الموردة بطريقة يعني خيالية. أي إنسان مننا بيحب مسقط رأسه، الحتة اللي تولد فيها بحسها بالانتماء، لكن الأستاذة ليلى المغربي رحمها الله هي كانت بتحب الموردة بطريقة تاع الجنون. يعني الأستاذة ليلى كانت زولة بيزي يعني، زولة مشغولة على طول، فكان يوم الجمعة ده هي مفرغاه للأسرة. يعني الجمعة بالنسبة لها فاميلي ده، حتى لو جاء شغل أو اضطرت لحاجة خالص بترفض، بتكون رافضة، لأن الجمعة دي بالنسبة لها الأسرة. يعني حتى كان لما بتحصل لنا مناسبة وكده فبتجينا قبل يومين، ها انت ما ستلبسي شيء، قدي وريني الحاجات اللي عشان تصحري بمصهر جميل، ها تصور. والما عنده بتخلي نفسه بتجيب لي، تقول لك كده شوفني انا حالبس كده، ها رايك شنو عجبك خلاص شيلي انت انا غير تاني. فكانت يعني ليلى غيرت الحمد لله ما يعني ما سهله. كانت قريبة لأطفالها، وهي عندها 3 أبناء ذكور. الثلاثة ديل كانت مهتمون اهتمام المرأة السودانية بأبنائها، لذلك لم تتجه إلى الإذاعات العالمية، رغم أنها في كورسات مشيتها كلها بيعرضوا عليها، مشت كورس ألمانيا ومشت كورس إنجلترا. بالتالي ليلى الشهرة ما أثرت فيها إطلاقا، ولا نسيت حبانا ولا نسيت أخواتها، بل بالعكس هي يعني كانت بتصر على إنه أي زول عنده نزعة فنية عنده جماليات يقدمها للبلد. فما كانت يعني الزول المتبلد، دايما عايز الناس شاطرين والناس متقدمين والناس جاريين وكده يعني. فكانت بتواصل صلة الرحم بطريقة يعني حتى الواحد مرات بيشك يعني فعلا يعني رحيلة ده ما كان حاجة عادية، أو الأخلاق اللي كانت بتمتاز بها ما كانت أخلاق عادية، فعلا زولة يعني زولة راحلة حقيقة يعني. فهي يوم الجمعة بتجي بتطلع على الأسرة بتشوف بتتفقد الأحوال،
بتمشي أخواتها وأخوانها. المورة ده بالذات هي كانت بتحبها حب شديد جدا، فبتتفقدنا وبتطلنا وبتفرح أطفالنا وبتفرحنا إحنا برضو بجيتها حقيقة، لأن أصلا هي زولة بتحب الفرح. يعني هي كانت ضد الإحباط تماما، يعني زولة بتحب الفرح والبهجة. أنا كنت بالنسبة لها يعني أب وأخ وصديق، وهي كانت يعني تشعر بي أنا أو بتحس بي أنا كأستاذ بالنسبة لها، وكانت يعني لصيقة بي جدا جدا. بس الحقيقة يعني في السنين بعد ما تقدمت في فترات الشباب بتاعنا نحن، أنا اختربت، وكانت دائما يعني بتراسلي وكنت بمدها يعني بالنصائح، وهي كانت يعني مصابرة جدا جدا في أنها ترتقي لمستوى بتاع أنها تكون أديبة وشاعرة. فمشت في خطط في المنهج ده، وربنا سبحانه وتعالى يعني وفقها في أنها تكون يعني من الرائدات لهذا الأدب وهذه الثقافة. تلفون ضرب، وكانت المحادثة من سنين أختي. بعد السماعة قلت لي ناس ليلى حصل اليوم حادث، ما قلت لي ماتوا، حصل حادث وجاء الخبر حسي في المورد. أنا بس طوالي قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أولاده كبسوا علي، كانوا في البلكونة جارين، قال لي في شنو؟ قلت لهم جاء تليفون قالوا ليلى وهي ما عملوا حادث. طوالي هم فجروا بالبكاء، قلت لهم لا هم ما ماتوا. ولد زازان قال لي لا يا ماما سكسك هم ماتوا، أنت ما تقولي ما ماتوا. ماما لأنه ما قلبت الشهادة معي، ماما أي سفرية بتقلب الشهادة. حقيقة خبر وفاته كان بالنسبة لنا نحن خبر مؤلم لدرجة يعني واحد ما بيقدر يصفها خالص ولا بيقدر يعبر عنها بالكلام، لأنه كان فعلا يعني أسوأ خبر أنا أسمعه في حياتي يعني شخصيا يعني بالنسبة لنا. وأفتكر أنه الشعب السوداني كله عامة هو كان حزين جدا لوفاتهم، وربنا يتقبله. وحقيقة أنا بفتكر أنه الأستاذ ليلى المغربي ربنا يرحمها كانت محبوبة عند الناس وعند ربنا، لأنه لو ما أصلا محبوبة عند ربنا اللي هي باتت في بيت الله. وزولة يعني بالطيبة دي وبالأخلاق الحميدة دي يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاها جنبه أو ماتت واندفنت في البقيع. يعني أي إنسان مسلم بتمنى إنه يموت الموتة دي، لأنها موتة يعني فعلا حقيقة أي إنسان مسلم بيحب يجاور يندفن في البقيع، دي حاجة ما سهلة. فبتمنى إنه ربنا يتقبلها مع الشهداء وربنا يرحمها حقيقة. يعني كانت فقد بالنسبة لنا نحن والله. ليلى المغربي صوت جميل نحت في ذاكرة الناس، وكلما يأتي الصباح سيبذغ من أحزاننا كي يهدينا خرزا وشقائق نعمان. شكرا لكم سيدتي وسادتي، ونزعد بالجذور وبالنيل وبالقمر، وأن نكون موئلا للعلم والثقافة والفنون. اكتبوا على دفاتركم أن سنلتقي مرة أخرى.